تأسست وكالة الشاهين للسياحة والسفر في مطلع العام 2009، وذلك لحاجة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم إلى وكالة سياحة تفهم احتياجاتهم وتهتم براحتهم وتسعى للوصول لرضاهم. فوظفت الشاهين للسياحة والسفر أفضل الخبراء والمختصين في هذا المجال، وسعت لامتلاك أفضل مركز لخدمة العملاء معزز بأحدث ما وصلت إليه تقنيات اليوم وفي مجال البرامج وتقنية المعلومات. يترأس الأستاذ عصام الخياط مدير عام وكالة الشاهين للسياحة والسفر فريق المختصين والخبراء، ويشرف ويوظف فيه خبرته التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً في مجال السياحة وخدمة العملاء. جاءت فكرة إنشاء وكالة الشاهين للسياحة والسفر منذ أكثر من 5 سنوات مضت، انطلاقا من حرص مجموعة الشاهين وعلى رأسها العضو المنتدب الأستاذ أحمد بدوي شاهين للنهوض بالمجال السياحي والرقي بخدمة العملاء. وقد تم بفضل الله مؤخرا العمل على ذلك فعليا، وذلك بالتعاون مع العضو المنتدب الشيخ أديب شاهين ومع مدير قسم نظم المعلومات الإدارية بمصنع الشاهين السيد حامد عوف، وذلك لوضع تصميم لنظام متكامل الهدف منه تسهيل الإجراءات، والذي تم إنجازه تحت اسم المسافر الذكي. ونحن نعد أول من طبق فكرة عمل بوابة الإلكترونية التفاعلية المتطورة وبناء قاعدة بيانات للعملاء لتوفير الوقت والجهد عليهم في كل مرة يقومون بعمل حجوزات لدي الوكالة. كما قمنا بإنشاء سيرفر للتنبيهات والتي من ضمنها تذكيرهم بموعد انتهاء صلاحية أوراقهم الرسمية والثبوتية الخاصة بهم آليا. وبفضل الله ثم جهود العاملين بالوكالة بدأنا بخدمة 10 شركات، لنصل الآن بخدماتنا لنغطي أكثر من 200 شركة رائدة في مجالها. نعتز بخدمتهم دائما ونطمح بالمزيد. نظرا لأهمية تسهيل الخدمات وفي محاولة لتغطية المملكة العربية السعودية بشكل أوسع، قامت وكالة الشاهين للسياحة والسفر بالعمل على إنجاز فرعها الرابع والذي سيفتتح في الأيام القليلة القادمة في مدينة جدة، إضافة عن أفرعها الثلاث في الرياض، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من الشركات الكبيرة والرائدة. ما يميز وكالة الشاهين للسياحة والسفر حقا عن وكالات السياحة الأخرى هو كمية الخدمات المقدمة للعملاء وطريقة تطبيقها. أتت الوكالة بأفكار جديدة تغير بها مفهوم وكالات السياحة للعملاء، بالإضافة إلى عامل الخبرة الذي يساعد في تقديم أفضل خدمة وتضمن لك تجربة لن تنساها أبداً. ولأن الراحة والتيسير من أهم أهداف الوكالة ورغبة من الإدارة في مواكبة التطور في مجال السياحة والسفر، فقد قمنا بإنشاء بوابة إلكترونية خاصة للوكالة لخدمة عملائنا المميزين، وذلك من خلال الآتي: منح العميل رمزاً خاصاً بالوكالة لإدخال بيانات موظفيها وأسرهم كاملة، فهذا يساعدهم في عدم طلب أي معلومات عند طلب الحجز أو إصدار التذاكر. كما ستقوم البوابة الإلكترونية وبشكل آلي بإرسال رسائل تذكيرية بموعد انتهاء الجواز والإقامة قبل شهر من ذلك. كما يوجد لدينا خدمة متميزة تسمى إدارة الحجز الإلكتروني، والذي من خلاله تساعد المدراء العامين ومدراء الأقسام على إنجاز حجوزاتهم بفترة قصيرة دون الحاجة إلى أي موظف وسيط. كما يمكن لعملائنا الكرام استخدام خدمة الحجز عن طريق الجوال الخاص بالوكالة في أي وقت كان. خبرة وعراقة الماضي تجمعت مع تكنولوجيا المستقبل، تضعها وكالة الشاهين للسياحة والسفر بين يديك وعند طلبك.